عبارة عن تحديات وهي معركة كبيرة جدا. بنتعامل بطبيعتنا بس. جو مرعب. المهم انك تخلي حياتك كلها تحت السيطرة. تحت السيطرة. لا اقبل ان اكون تحت السيطرة. ما بحبش حد يتدخل في حياتي. نعم. انت بقى عايزاني اقول لك اجابة كده على طول ولا سؤال مهم زي ده؟ نبدأ تحت السيطرة. لكن